إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن كسو هلا يا إسبيتال كحوجة دلك الصوماليات هل كان أجرد ولا كيني دونه ميت ك الله أن حريسته وزير دي هونك يحقوق الإنسان ك حكومة فدرال كصومالية مرحومة قديجة ديرية محمد حاشي أو مدأد ودر ودور اللي بعتصنا قصة من كتر سنين برلمان دي الصومالية السبب اللي يسيده كل حكومة دي ودن كان صومري وزير دا يا حنون طبعا وجريوت شلي إسبيتال كيالة دلك جيبوتي جردو يعني هل كان لكيني دونا سيلوغو آسو طبعا قبوره هذه والدياريي وحنا طبعا لقى قضي هل كان ودو جدان إن لله وإنا للراجعون وزير دا مردو أيا لا آسي دونا قبورهن أيا لو دياريي إيربورك طبعاً أي هذا أي كسر بحيان مركا لسود الجيو يذا يوفود آد وبدن أو إسكوج جرت ملاحظة وصل رئيس ذلك وزيره هلدبانو هلذا أصحاب يدد آد وفر بدن أو طبعاً وزير الدآد ويقان نيجي مركا قبرك وقذاش شيء ذا يك قضية هاي صحافة دي أيها الكنجوك تأدد بدن أيها سو قاري دونا الله ونحرسته وزيرة قضية ديرية محمد وحي أهيد قف رونتي لأورنكرا وحي أهيد جوكر كالسياسة دا أما قف سياسة دا صوماليا مدقاد ونركو سو جرتي حكومة ديه يا بارلمان دي السو بدبدلي أيها كميد أهيد وليب حبين آد وفرفرعون والدولة كسترونتي آد وقد نحموغتي الله ونحرسته مسؤولين تهال كان كهال لدونتا ehelada ee asxaabti ayaan idin soo gudbin doonaa haddu Allah awood loo ogalaado ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bilaa وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس